السلام عليكم، مرحبا بكم في واحد الجولة جديدة. اليوم ان شاء الله ندورو في حي النور. حي النور جا هاد الحي هذا جا ما بين مارشي كريو ومارشي ديال الحوت ديال الهراويين، تيدوز عليه شارع بقادر الصحراوي ووحدة للمريم. الشارع اللي مقاطع معاه هو للمريم شارع 10 مارس. هو ملاصق مع هذيك اللي يجيبوا لي هاد الدواء باش يبرد، واحد المحطة ديال التبريد. ديك المحطة راه ملاصقة مع مارشي كريه تقريبا، على الحي ديالها ملاصق مع حي النور. هاي النور راه مكالم صافي، هذا هو الحد ديالو. قدر من هنا لقدامنا تحيد مارشي كريو، يقدروا يزيدوا بيت شارع دريس الحارس. شريط الناس اللي هنا مديرين محلات، ستوكات، بغيتي تشوف المارشي ديال الحوت. انا المارشي ديال الحوت هنا كاين صحاب التوب. هذا هو مسجد حي النور. في مسجد واحد هذا، هاي النور ما كبيرش بزاف.
انت قال لكم عليكم محطة ديال التبريد. يعني هو هذاك الحيط اللي دزنا عليه قبيله هو هاي هنا في الحط ياك هذا اللي انفاس معانا. صافي وهنايا هذا شارع شارع 10 مارس اللي انفاس معانا لالا مريم. نتمنى الفيديو يكون عجبكم وبين لكم على هذا الحين.